قال اي نعم الكابتن يتعفنا ثلاث دقائق اربع دقائق كذا عن بال. الوقت معك نظري عملي اللي تبي. انا طلبت كرسي يجيبون كرسي وقال بنحط لك عند الباب الكرسي اللي تريحك، المهم انك تسوي شيء عملي. بقول كلمه وبعدين اطلع. خذ راحتك، المهم انك خلاص مر. الله يحييك. اذا ما جاهز جاهز. لا لا جاهز. يلا تفضل. من منا ما يحب والديه ولا يحب انه يبر والديه؟ وبعد ما يقول الله يغفر للاموات. نعم. ويخلي احياء ويطول عمرهم على حسن عمل. امين. اللهم امين. امسي على الوالده الله يحفظها ويطول عمرها على حسن عمل. امين. الله يحفظها امهات المسلمين جميع. كلنا نحب نبر والدينا. نعم. بل نتسابق بالبر. لكن في بعض المرات البر ما يكون صح. اتكلم عن من ناحيه صحيه. يا سلام. من ناحيه صحيه. شو اللي حاصل؟ تجد الاب موجود مثلا في الصاله يبغى ياخذ شيء، لا لا والله ما تقوم، لا والله ما تقوم، جيبوا له ماء. يبغى يشرب ماء، لا لا والله ما تقوم. يبغى تعدل، لا تعدل لا تعدل، انا احط المركه وراك. هذه العمليه ترى تتعب الاب او الام. بالعكس خليه يقوم تحرك. بغض النظر عن البر، البر معروف، لكن نتكلم عن الناحية الصحية. السن هذا يحتاج حركة، يحتاج حركة، يحتاج انه يقوم، يحتاج انه يجلس. خلوه يساعد. الحين تلقى بعض اللي يشوف الامهات تبغى تشيل مثلا السفرة مع بناتها، لا والله ما تقومين، خليها تقوم، خليها تقوم، لان اما ضغط اما سكر معها والدكتور وتاكل كم حبة في اليوم، فلازم انه تتحرك. فأنا أقول هذه وصية لأبناء والبنات، خلي أمهاتكم وأبائكم تحركون. صحيح. بالعكس من باب الصحة. فأنا الآن بسوي تمارين لكبار السن وعلى كرسي. استاهلون الله يرضى عليك. كابتن في سؤال صغير ممكن تفيد فيه المشاهدين. أجيب لك الكرسي. نعم. الآن بعض اللي يتابعوننا الآن سمعوا كلامك فيهم روح البر، عرفت؟ نعم. فهو الحين يعني الا بينفذ هذا الشيء، لا تشيلين لا تقومين لا، طب وش البديل مثلا لو انهم ما يبونها لا تشيل سفره ولا يبونها، وش البديل اني ابره بالصحه او اعطيه تمرين او هذا؟ الان انا بعطي تمارين في بعض الكراسي، هذه صارت وبال على الاباء. الكراسي هذه بدل ما تكون هي راحه هنا صارت وبال. عرفنا قديما نقول راحه الجسم في عدم الراحه. تبغى تريح جسمك احرقه. نعم. اجلده حركه يرتاح. اما الراحه تتعب، خمول، كسل، امراض. حتى في العمل الكرسي الدوار على قولتهم. لا لا لا، الحركه الحركه لازم تحرك رجولك. صحيح. فالان انا بطبق هنا عملي. اللي يقول انا ما اقدر اقوم، انا ركبي توجعني، انا لا لا، ما في ما عذر. مالك عذر ابدا. جميل. اسالك. نعم. يعطيك العافيه. هو فعلا اللي تعدى 12 ساعة من النوم هل الجسم يصير فيه خمول؟ نعم. جالس يعني؟ لا، إذا تعدى النوم 12 ساعة، الشخص نايم 12 ساعة خمول. طبعا طبعا النوم زيادة، هذا النوم زيادة خمول. النوم الطبيعي من 7 إلى 8 ساعات إلى 9 ساعات كحد أقصى، بعدها هذا خمول، يصير كله كسل هذا. أحسن. طيب نشوف الآن. تفضل. الله يرضى عليك. نعم. الله يوفقك. نعم. طبعا هذا الكرسي الان دائما يقولون كبار السن، طبعا اتكلم عن الرجال والنساء على العموم. نعم. هذا الكرسي هذا صار مصدر خمول، نبغى نكون مصدر حركه ونجالس. يلا يبا يلا يمه تحركي، شو عمل شو اسوي، تحركي امشي. كيف امشي على الكرسي؟ امشي على الكرسي. يا سلام. امشي على الكرسي مشي. ما يتحرك الجسم، هذا يتحرك الجسم وتحرك معاه البطن، هذه حركة. يلا كم مسويها يا ولدي؟ سوي 20 عدة. يلا 20 عدة ايش اتحرك 20 عدة وين امشي؟ خلصت 20 امه؟ ايه وقفي. كم ارتاح؟ ارتاح 20 ثانية بس، 20 ثانية. قضيت؟ ابدأ مرة ثانية. بسم الله. واحد اثنين واحد اثنين. بالعكس هي تتحمس أكثر معك.
طيب غير تمرين ثاني وش التمارين يا ولد؟ يا كذا بعد لكم حركي رجلس الركبة الفخذ لا بيتحرك لأن الدم عندها ألام في الركبة نعم حتى لو كان عندها ألام حتى لو ألام هذه الحركة بالعكس التمارين لما بيسألونك هذه ما تأثر على الركب أبدا بس. أنا ليش أنا حاط على الكرسي عشان ما تأثر غيري يمه يلا غيري يمه يلا تحرك يلا جميل. وهذا الكلام موجه لعمي وعمتي وخالي وخالتي والناس جميع كلهم هذه الرجل طيب غير ثاني يلا حركي البطاطا والسمان يلا ها يلا بسم الله بسم الله ايه حركي الساق يلا وانت قاعدة كم 20 عدة وريحي 20 ثانية وابدأي بعشرين ثانية وهل مجرن طيب يلا خلص يلا حركي مرة ثانية بسم الله يلا حركي عندس الورت حركي الورت وحركي الفخذ الخارجي يا سلام يلا والثانية وانا هي جالسة على الكرسي هذا التمرين الثالث هذا التمرين الثالث يا سلام طيب غيره يلا غيره يلا بطن يلا بطن طبعا بيكون صعب انهم يشدون رجولهم للاخر خلي تثني شوي الرجل تتحرك حتى على الخفيف كان شفت بالمسبح زي المسبح خلصنا التمارين هذه يلا في تمارين ثاني وش تمارين ابي امرن الصدر تمارين صدر وش تمارين صدر يمه هذا التمارين هذا التمارين كيف تمرن الصدر هالطريقه اضغطي اضغطي قوه نفس الكره ذي هذا تمرين الصدر هذا تمرين صدر تمرين صدر تشد طبعا هذه تشد المنطقه من الصدر سواء النساء او الرجال يلا بسم الله بسم الله لو ما هو البديل اللي ما عندها الكوره وش تجيب مخده هالمخده المخده المخده هذه عادي يلا بسم الله اضغطي شوف شوف لان انا اتكلم دائما اوجد البديل ايوه اوجد البديل طيب تمرين ثاني ابي صدى ثاني بسم الله بسم الله تمرين ثاني اضغط صدر وارجع طيب تمرين ثالث فوق انزل فوق انزل طيب الاستلطة يكون فيها ثقل ولا عادي خفيف اي حاجة اي حاجة تكون فائدة اكثر اقصد فائدة اكثر كل ما ثقلت تكون فائدة اكثر أيوة. طيب جنوبي يا ولدي جنوبي بسم الله بسم الله جنوبي يلا هذه جنوب هذه تمرين الجنوب انا ما عندي كورة يلا بوه ها ها بسم الله واحد 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 طيب قضينا ولدي لا ما قضينا باقي تمارين ثانية وش تمارين ثانية نقوم ونرجع الكرسي من وراء الآن التمارين هذا الجهاز ها هذا الجهاز ورخيص الكرسي كله كامل أبسألكم سؤال إذا كبر إنسان وش العضل المفروض يهتم فيها الظهر ها الظهر 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 ها الظهر يعني. كل ما كبر الإنسان يحتاج يقوي رجوله لأنه بعد الله سبحانه وتعالى هي اللي بتشيلك رجلك اللي بتشيلك ممكن الظهر قويته لكن الرجل ضعيفة ما راح تشيلك صح ولا لا يلا وش التمارين بسم الله يلا ننزل مع بعض أمسك الكرسي استناد اللي عندهم خشونة الركبة يا سلام. اللي عندهم مشاكل في الركبة بسم الله واحد اللي عندهم خشونة الركبة يسويها ما عندهم مشكلة عادي جدا ينزل على راحته ينزل على راحته ما عنده أي مشكلة ينزل طيب في تمرين ثاني في تمرين ثاني بالطريقة هذه واحدة ورا واحدة قدام انزل اطلع وانزل بالطريقة هذه هذه حرك الرجل اليمين طيب غيره ارجع بالطريقة هذه وانزل طيب في غيره في غيره في كثير احرك الارداف على ورا الارداف بالطريقة هذه والرجل الثانية طيب في ثالث في برضه ثالث هالطريقة احرك رجلي يعني بالمختصر المفيد كبار السن ما لهم أي عذر يتمرنون في البيت طبعا بعد شوي بإذن الله بندخل في تمارين العلاجية مثلا عرق النسا الانزلاق الغضروفي وهذا مهم كبير والوالدة عندي الله يحفظها تطبق كم عمرها فوق 70 وتطبق وتطبق يعني ما حد له عذر نعم نعم من ضمنها ترى مفيدة لا لا أبدا لأن كل هذه خفيفة بالعكس الدكتور أساسا يقول لك تحرك يا يمه تحرك يا يبه لا توقف أحسن. الوقوف هذا يعني موت بطيء لازم شوف إلى آخر نفس في حياتك لازم تتحرك أكيد. لكن على حسب الاستطاعة جميل.
جميل. لا تعب نفسك. نعم نعم. سمعنا قبل فترة أنه حتى المستمعين والحاضرين البوتات له دور كبير في شيء يعني أكيد. القليل يعني يضر ما يفيد. وهذه مشكلة، ومشكلة بعضنا يقول بروح أشتري هذا والله لقيته 50 ريال 60 ريال. الكلام مش هنا، 50 ريال 60 ريال. أول شيء ممكن مضارة كثير على الرجل، ممكن تقليد الماركة ما ينفع. الحاجة الثالثة يقول والله كل سنة بغير، لا أنت خذ لك واحد لو كان غالي لكن خلاص على فيه المواصفات اللي أنت بيها اللي هي تراح. لأن أغلب المشاكل وين مشاكل؟ المشاكل في الظهر. أغلب تكرم الجزم إن مشاكلها في أسفل الظهر. فأخذ لك واحد كم بكلفك؟ ممكن 400 500، لكن هذا يمشي معك عمر. فعلاً. صحتي فعلاً أنا أبدأ وأنا مجرب صراحة. أنا كنت أمشي ألبس أنتم كرامة والسامعين العادية أمشي والله ما أخذ نص ساعة أجي ما ظهري وركبي وإيش كان عند إخواني. والله يجي أحد إخواني قال يا ولد أمسك هذولي البس ونجرب. وش قال؟ بس جر. قال بس هنا المجمع بكرة والله أنا أمشي. والله رحت يمكن ساعتين ساعتين ورجعت ولا كأنه مشيت ولا كأنه مشيت. فلهن دور. وشكرا على التوضيح. الله يعطيك العافية وبإذن الله. نعم كثير ترى في أخطاء تستخدم في البداية. الحين ممكن أحد يسمع كلامك يسوي نفس الشيء هذا باليوم نص ساعة ساعة وبكرة يتألم. نعم. فلا بد تعطيه الوصفة التدريجية حتى يكون مثلا كم الوقت يعني؟ لا الوقت إيه الوقت وكيف طريقة يعني مثلا التمرين. لأن المبتدئ أحد سمع الآن مثلا بيطبق الشيء هذا ممكن يمسك طول اليوم ويلعب بكرة وشو يتأثر. أنا أخ عبد العزيز أنا عندي في السناب أنا يوميا أنزل تمارين خفيفة وغالبا أركز على المبتدئين وكبار السن. المتقدم مو في حاجتي لأنه هو في النادي في الصالة الرياضية مع مدربين يتمرن برايفت. هذا معنا مشكله. لكن كابتن صديق العائله. كابتن صديق العائله. الله يحييك. الله يحييك. عندك سناب او يعني يتابعونك مثلا المشاهدين؟ نعم. لانهم يسالون يقولون عنده سناب او شيء نتابعه يعني مثل التمرين هذا موجود سناب. هم يستفسرون الان يقولون اذا عنده ممكن يطلع ابو عبد الله يطلعون على الشاشه عشان بي موجود سناب. نعم. وموجود برضو في تيك توك لكن اليوميات في السناب. بس هم يستفسرون الان يعني يقولون كيف نتابعه؟ بإذن الله وإن شاء الله برضو بنرجع للمشي الصحيح. المشي الصحيح والتمارين العلاجية. لا 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 يعطيك العافية. ورا الشاشة يا أحمد سكرة. حسنت حسنت معاذ. والله جد رحمت. خلصت. يعطيك العافية وياك وفعل الله. أبو عبد الله بس يطبق. أنا عبد الله ما شاء الله عليه. حياكم الله. أنا بكون صديق مع عبد الله. عبد الله بدعي لك على التمرين هذه. كل الناس أصلا يقول ما أقدر أروح النادي. صح أنا ما أقدر أروح النادي. بعض الناس يمكن حالة المادية بسيطة يقول ما أقدر ما أقدر. لكن بهذه التمارين فعلا سأل الله أن ينفع بك. آمين وياك. آمين. يعطيك العافية وياك. خاصةً النساء في البيوت ما يتحركن واجد. صحيح صحيح صحيح. إيه حتى لو هن شابات ما يتحركن قليل حركتهم. وفي كثير يا أبو نايف إن برضو في نساء برضو يدخلون النوادي لكن بالرغم يدخلون النوادي مو فاهمين إلى الآن طريقة صحيحة للتمارين. هلا تدخل النادي طول عمره تدب في الكبسة. وتحس برده تخف وزنه ما بخاف من وزنه. صحيح. النادي نتمرن يخلص النادي من المطعم. وهذه المشكلة. إلى الأخوة الأفاضل كبيري وكبيرات السن ما عاد لكم عذر. والله ما لهم عذر. ما في عذر. أنا أول واحدة بطبق الليلة. الشاشات عندنا مش واضحة. الشاشات مسكرة. مسكرة. فأقول للكبار السن أو كبيرات السن والشباب قبلهم الكسلانين اللي قابعين في الاستراحات ونوم وأكل من المطاعم وأكل مدري إيش ما عاد لحد عذر. واللي يقول انا ما عندي وقت وانا ما عندي وانت جالس تقهوى سوي التمارين هذه اللي شفتها. واذا قضيت مصلي تسنن بالبيت خاصه النساء كبيرات السن ان الغالبيه الان للاسف يقمن الصلاه على كراسي. اذا خلصتي الصلاه اعملي هذه التمارين. حركي جسمك حركي الدم عندك خلو يعني خلي النشاط يدخل الى انما الاستمرار والركون. أيضا نصيحة أخرى لمن
بدأت ركبه تؤلمه لا يركن إلى الكرسي يقاوم. نعم. يوم يومين أسبوعين شهرين سنة كاملة، لأنه متى ما ركن إلى الكرسي خلاص تيبست ركبه. أي صحيح. تيبست رجليه وأصبح ما يستطيع. ولذلك يجب أن الإنسان يكافح ويحاول قدر المستطاع بعمل بعض التمارين الرياضية الخفيفة التي عملها أمامنا الكابتن، وهي في وجهة نظري وفي وجهة نظره طبعا قبلي لا تكلف شيء ولا تحتاج إلى وقت ولا تحتاج إلى الكرسي، فقط كرسي وأدي هذه الأعمال، لا تحتاج تروح للنادي ولا تحتاج تطلع تقول ما أحد يوديني ولا إلى آخره. المهم الموضوع أن احنا نطرد الكسل عنا ونحاول، لأنه كما نعرف المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، لا سيما من يقوم مثل هذه التمارين يستطيع أن يصلي ويستطيع أن يقرأ ويستطيع أن يقف ويستطيع أن يسير في ليزور أقاربه وإلى آخره. تفضل أبو تركي، هل أنت جاهز؟ مساكم الله بالخير مرة أخرى، حياكم الله. عندنا قصة إن شاء الله تستنتجون تعد بعدين.